مفيش مصالح يصالح عليك في المبنى عادي ده حسن ايه ده التصالح وده اللي اسمه فهده ان تقول لك طلبات يعكس عنها المفاوض عن المتهم يعكس عنها تماما ان هو يستطيع ان يفهم بيها او يتجاوب معها بعد ما نلتمس الى سبيل المتهم حتى يتمكن الشخص من التفاوض في هذا الامر لانه كان امر فاسد جدا نلتمس عداله وحق الحياه المنفرده نظرة تشوف الدعوة وحررت من الأعلى ونتعلم من هذا المؤتمر دائما وأنت خط الدفاع الأول للوطن المصري وللمواطنين وللمجتمع شكرا 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 القرار شرعا في التاريخ هو واقع وصنع وجه التاريخ.